بسم الله. ما عادي راه ما كتحسي حتى شي مذاق، غير هي هاد الحبوب هادو ملي كيتنقضوا في الماء كيعطيو هذاك المفعول ديالهم. الله زوين. واش بديتو كتجمعوا شي حاجه في طبسيل واحد ولا والو؟ بلا كثرت الماعن تقهرنا يا اختي بغسيل الماعن. المهم دابا غادي ندخلها للفران دغيا دغيا توجد لينا ان شاء الله مع المغرب. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دوزتوا هاد النهار اختي مع سيدنا رمضان؟ غير قولوا لي واش بديتوا كتجمعوا كل شيء في طبسيل واحد، لا من شبكيه ولا من تمر ولا من بريوه ولا مازال؟ واش بديتوا كتجمعوا شي حاجه في طبسيل واحد ولا والو؟ بلا كثرت الماعن تقهرنا يا اختي بغسيل الماعن. ايوا اختي لا انايا ما كنجمعش الصراحه، كل حاجه كنديرها في طبسيلها. ايوا اختي نصبروا ما عندنا ما نديروا، طبيله تنزل متيوله وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله البنات. المهم اليوم اختي واحد لا فيديو اللي هو زوين. صراحه انا ما غنشاركش معكم الماكله ان شاء الله، هذه اللي كنوجد فيها دابا هي البيتزا. عجنت لاباط ديالها، وجدت الخضيره هنايا هذه البصله والفلفله ملونه، وجدت لاصوص هذا الزعتر خدمت به، الفرماج والكفته غادي نديرها بالكفته. المهم البنات دابا ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم شي حاجه زوينه ان شاء الله من مورا ما نفطروا. وخليكم معايا اختي نشارك معكم ان شاء الله هاد الشيء اللي غادي نفطروا به ان شاء الله. صراحه شاط لينا بزاف ديال الحاجات من البارح، شاط ليا المسمن معمر، شاط ليا البطبوط. المهم الحمد لله كاين الخير، كاين زعلوب كاين الخير الحمد لله. يعني اليوم ما طيبتش الحريره مازال عندي، الصوبه اللي درت ليا مازال عندي ديال الخضره. صافي اختي غادي نزيد واحد البيتزا، وهاد الشيء اللي غادي ندير بلا قوه نبدا نطيب عاوتاني. ها انتوما العجينه البنات ديال البيتزا ان شاء الله غادي نشاركها معكم، نعاود نديرها نهار الحد وغادي نشاركها معكم ان شاء الله لاباط ديال البيتزا وبالتعمار وبكلشي. صافي هادشي اللي كاين هنا دابا. بديت كنوجد الطبله لان مشى الحال، وليت كنوجد انتما حاطه الماعن ان شاء الله غنمشي دابا نحط هادشي في الطبله ونوجد الطبيله ديالنا نفطروا. وها انتما معايا نشارك معكم حاجه زوينه ومفيده لصحتنا ان شاء الله. انا طلقت البنات غادي نطلق البيتزا دغيا حيت مشى الحال، غادي نطلقها هنايا. طلقتها ديريكت في الطاوله صراحه، هادي بيتزا خفان زربان. صافي غندير ليها نص طيبه، عاد غادي ندير نعمرها بلاصوص والحشوه اللي هي الخضره والكفته. دغيا دغيا البنات ان شاء الله الى عجباتكم نشاركها معكم نهار الحد ان شاء الله، غادي نعاود نديرها ونشاركها معكم. نشيط هاد الجوانب، تقدري تعمريهم بالفرماج وتسدي، اولا تقدري تخليها غير طويها وتخليها بحال هكاك باش كتجي منفوخه بحال هذيك البيتزا هات المعروفه. ممكن ديريها بالفرماج ممكن لا. هانتوما غنطلع الجوانب كاملين وعاد نطويهم. ناخذ فرشيطه نتقبها مزيان، صافي ندخلها دابا للفرن. هنايا البنات نص طيبه ديال لاباط ديال البيتزا، غادي ندير ليها شويه ديال لاصوص. لاصوص راه صيبتها نيت بالمطيشه، ولاصوص طوماط الزعتر كتجي زوينه وكتجي لذيذه وبصيبه وفيها واحد اللذه زوينه. المهم كتكون المذاق ديالها ماشي مركب يعني بزاف فيه ديال القوام، كتجي لاصوص عاديه ديال البيتزا وملسمه بالزعتر، هذا هو المفهوم اللي بغيت نقول. المهم هنايا غادي ندير لاصوص كلها باش تجيني مزيانه، درت معها ورقه سيدنا موسى ها هي البنات باش كتنسمها.
شاء الله راه غندير معكم هذا الفيديو، وراه ديجا انا حاطه البيتزا في القناه. الا بغيتو راه غادي نحط لكم الرابط ديالو في اول تعليق وغادي نثبتو. ومع ذلك غنعاود ثاني الانواع ديال لي بيتزا الاخرين، كاينين بزاف ديال الشكيلات بحال هكا اللي كنصيب نشاركهم معكم احبابي، ماشي مشكل شارك معكم حتى نتوما تقولوا لي في التعاليق كيفاش كديروا الطريقه ديالتكم شنو هي. غادي ندير شويه ديال البيتزا ديال الفرماج هكايا باش نحط عليه الخضره باش كتجي مفرمجه مزيان، وعاده كتشد الخضار حتى هي ما كتقطعش الا جيتي تقطعيها كتبقى لاصقه فيها. صافي غادي نحطها خضار فلفله ملونه والبصله، شحرتها مع شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار والزعفران. الله يا سلام. غنزيد عليها الكفته، الكفته نحطها نبسطها مزيان باش ما تجيناش لاباط البيتزا عامره بزاف، تبان عامره ولكن راه كتكون زوينه، حنا كتعجبنا بحال هكايا. صافي غندير ورقات ديال لي زيبينار بحال هكا غير شويه صافي، وغندير الزيت ونكحل. حيت لهم العظيمات. المهم دابا غادي ندخلها للفران دغيا دغيا توجد لينا ان شاء الله مع المغرب. هنا رجعت معكم البنات من بعد ما فطرنا، الحمد لله المهم ارتحيت شويه، ونتختي ندير معكم هذيك الوصفه الزوينه السحريه اللي غادي تعطينا واحد التوازن في ذاتنا. كاينين بزاف ديال لي فيتامين كينقصوا من ذاتنا، سواء دايرين الريجيم اولا سواء هكايا دابا مع الصيام الانسان تيقيل صايم، فكينقصوا لنا واحد شويه ديال لي فيتامين، فهمتوني البنات. المهم كاينين اللي كيكونوا متزايرين حميه بحال دابا انا مثلا سكري كنقيلو صايمين، وفي الاخير يعني ما كتاكلي حتى شي يعني شي حاجه شي ماكله اللي هي طاقيه اللي كتعطيك الطاقه بحال التمر مثلا، ما تناكلوش نهائيا بحال الزبيب ما تناكلوش نهائيا، ولكن كاينين شي حوايج اللي يقدروا يعطيونا هاد لي فيتامين هادو ويعوضوهم لينا ويعطيوها لينا في ذاتنا، يعني يعطينا الطاقه يعطيونا شحال من حاجه، ومع انها ما فيهاش الكربوهيدرات ومتوازنه كتعطينا توازن، وكتخلي لينا السكر ما يطلعش لينا في الدم، يعني كيخلي لنا السكر منتظم. الا بقينا مداومين عليهم راه السكر غادي يتقاد لينا مع الوقت. فهنايا البنات واحد الحبوب اللي هي معروفه وموجوده الحمد لله. هنايا بدات مشيت خديت جبت زرعة الكتان اللي هي من ضمن هاد الحبوب هذه اللي غادي نخدمو. زرعة الكتان البنات راه فيها فوائد بزاف، لا سواء في التجميل ولا سواء في الذات يعني صحيه. كاينه الكينوا كيف ما كتعرفوا، الكينوا راه هي مفيده بزاف صحيه، فيها بزاف ديال لي فيتامين كيحتاجوها كيستعملوها الناس ديال الحميه، الناس الرياضيين، الناس اللي كيبغيو ياخذوا اكل صحي في عوض ما يديروا لي بات اولا يديروا الروز كياخذوا كيديروا الكينوا. هذه حبوب الشيا، هذه حبوب ديال الشيا، وعندي القطونه، اولا البسيليوم. القطونه البنات راها موجوده لا سواء هنايا في امريكا ولا سواء حتى في المغرب، راه كتباع موجوده، سيري غير عند العطار اولا المحلات اللي كيبيعوا بحال هادشي المواد الصحيه
تقول لهم القطونه راه غادي يعطيوها لكم. كتكون بحال هكايا البنات، كتكون بحال هكايا بلاتي نوريها لكم مزيان. ناخذوا هذه المعلقه هذه، راه عرفتي راها خفيفه، دايره بحال القشره ديال شي حاجه، دايره بحال القشره مثلا ديال الروز ولا مهم. صغيره بزاف، ولكن راها فيها واحد المنافع هي كثيره. وهذه في عوض ما كنعجنوا الخبز مثلا، الخبز ديال الناس السكريين، في عوض ما كنديروا الطحين الابيض، ممكن تستعملي جوج معالق من هذه مع الطحين مثلا ديال الزرع اولا زريعه الكتان، ولا البودره ديال اللوز، ولا البودره ديال الزنجلان، كديري معاها جوج معالقات من هادو. الا بغيتي تعجني بهم الخبز ديال الريجيم، كديري جوج معالقات ديال هادو مع كيف ما قلت لكم مع البودره ديال الزنجلان اولا ديال اللوز اولا ديال زريعه الكتان، كتعطيك هذاك السمك بحال الا راكي عاجنه الخبز بالطحين، فهمتوني؟ كتجمع لينا العجينه، وراه فيها فوائد كثيره، حتى هي عامره بالكالسيوم، عامره بالبوتاسيوم، عامره بالحديد، والقليله الكربوهيدرات فيها 4 ديال الغرام، فيها 4 الغرام في 1%، فيها الكربوهيدرات قليله، فهذه راه ما كتطلع شي سكر ان شاء الله باذن الله. المهم البنات بلا ما نطولش عليكم، هذا المشروب هذا زوين بزاف البنات، بغيت نشاركو معاكم. في عوض ما ناخذو مثلا ما ناخذو في الفطور تمر، هذا تشربيه قبل ما انك تاكلي هذاك التمر، تشربيه بنص ساعه، تقدري تاخذي ديك الحبه ديال التمر، راه تقدر انها ما يطلع لك شي السكر، لان هاد الحبوب هادو بحال الا كتعطينا واحد المناعه على انك غادي تحمي لك ذاتك من ارتفاع السكر في الدم، فهمتوني دابا البنات؟ هذا دابا مثلا مع رمضان نقدر نشربه في الفجر، يعني قبل ما نوض نتصحى، نشربه بهذيك 4 ساعه نص ساعه عاد نجلس نتصحى. مثلا في الايام العاديه نقدر نشربه في الصباح منين نفيق نبغي نفطر، نشربه بنص ساعه عاد نجلس ونفطر. يعني تقدري تاكلي واحد شويه ديال الخبز، تقدري تاكلي شي حاجه اللي هي ممنوعه عليك، ولكن هذا غادي يعطيك واحد سميتو واحد الحمايه ان هذاك السكر ما يطلعش. والمهم البنات دابا غادي نطحنوا هاد المكونات هادو. الا عندكم البنات حبه البركه ما لقيتهاش، حبه البركه هي السانوج، الحبه السوداء ما لقيتهاش البنات، درت عليها قلبت عليها هنا حدايا ما لقيتهاش، حتى هي راه من ضمن هاد الحبوب. اذا عندنا حبوب الشيا، حبوب زريعه الكتان، حبوب ديال الكينوا، والحبوب ديال القطونه، والحبوب ديال السانوج، الحبه السوداء ولا حبه البركه، حتى هي من هاد ضمن هاد الحبوب هادو. المهم البنات هنايا غادي ندير جوج ثلاثه ديال المعالق ديال الكينوا، الا درتي جوج ديال الكينوا ديري جوج من كل حاجه، درتي ثلاثه ديري ثلاثه من كل حاجه باش يجينا داكشي متوازن. غادي ندير واحد جوج ديال المعلقات اولا حتى ثلاثه ديال المعلقات ديال الكينوا، غادي ندير غادي نطحن كلشي بخطره، غادي ندير ثلاثه ديال المعالق ديال زريعه الكتان، لا سواء هذه اللي لونها بني اولا خذي الذهبيه، حتى الذهبيه زوينه، وغادي ناخذ حبوب ديال الشيا حتى هي زوينه، ثلاثه المعالق. انا بغيت صراحه نشارك معكم هذا المشروب لانه فعلا زوين ومفيد للذات، اللي فيها شي نقص ديال لي فيتامين تاخذ دير هذا المشروب هذا وتبقى تشرب كويس ديال الماء في النهار، رائع بالخصوص الا خديتيه قبل من الماكله. غادي ناخذ ثلاثه ديال المعالقات ديال القطونه او البسيليون، وحبه البركه البنات ما عنديش، الا لقيتها نشريها ونعاد نزيدها عليها. وغادي ناخذ واحد القريعه ديال الدجاج بحال هكا، تكوني غسلاها دايره ليها الماء سخون ومفوها ومخليها تنشف على خاطرها باش ما تكون فيها لا ريحه لا والو. وهي فين غادي نديرو هاد سميتو هاد الحبوب كامله مطحونه، صافي وغادي نطحنو عادي. غادي نديرو ليها بنان، صافي غادي نطحنها وهانتوما معايا. Thank you.
انا البنات عيين، انا دابا عييت والله عيينة كتكون في الكوزينة صراحة كنقول لكم. المواعن ديال الفطور، المواعن ديال الفطور الا كانت شي حاجة اللي هي زعما شوية قليلة كنغسلها، كانت شي حاجة كثيرة كنخليها اختي تلفق في الفجر، تلفق في الفجر كنسحر كنصلي الله يقبل وكنجلس واحد شوية عادة كنوض كنبقى كنغسل في المواعنات اختي على خاطري. كذب عليكم، انا ما عنديش الماكينه ديال المواعن، ما كانت عندي في الدار القديمه، اما هنايا مازال ما عنديش وما بغيتهاش صراحه، لان الغسيل ديال المواعن باليدين احسن ليا بزاف من ديال الماكينه. الماكينه كتخليهم شويه، انا ما كانتش كتعجبني صراحه، بحال كتخسر شي بعض المواعن وداك الشيء، اما صراحه نغسلهم بيدي احسن كيخرجوا. هذه هي الفكره ديالي. خاصهم مازال البنات يتزيدوا الصحن، غادي ندير لها تشوفوا صافي البنات هما تطحنوا مزيان. بسم الله هانتوما البنات، هاهما تطحنوا مخلطين كاملين، زريعه كتان كلشي كلشي تخلط مزيان الحمد لله. دابا غادي ناخذ هاد القريعه هادي وغادي ندير فيها هاد الخليط هذا كامل، وغادي نخليهم في القريعه نسد عليها مزيان، وكل نهار ناخذ معلقه نديرها في كاس ديال الماء ونخليها حتى تطلق غادي نشربها. صافي البنات درت هاد البودر ديالي في القرعه، ودابا غادي نصايبو معاكم في الكويس ديال الماء اختي وغادي نشربو. عرفتي كنتمنى انكم ديروه، والله العظيم كنتمنى انكم ديروها وتجاوبوني عليها، لانها فعلا البنات صحيه. انا في الحقيقه ناقصي من الفيتامين بزاف بالخصوص مع هذا الريجيم اللي كندير، ولكن الحمد لله صراحه لقيت راحتي بزاف من الريجيم ومن التغذيه اللي كندير، التغذيه اللي هي صحيه الحمد لله، واحد المهم واحد 90% مره فين كندوق شي حاجه الا تشهيتها من المحرمات العليا من الماكله، ولكن كنضرب وكنقيس، ما كنبغيش ناكل شي حاجه اللي هي محرمه عليا بزاف حيت غادي غير تمرضني صراحه. وكنحاول ندير بزاف ديال البدائل بحال الخوص بحال زريعه الكتان بحال هادشي هاد الحبوب هادو بحال البسيليوم بحال الدقيق الشعير الكامل الدقيق الكامل والدقيق ديال الشعير. المهم تنحاول ندير داكشي والحمد لله اللهم لك الحمد زعما لقيت راحتي فيها. صافي البنات هذا هو البودر ديالي وهذا هو الكريس ديال الماء، هانتوما غنخليوها البنات حتى يهبط مزيان، هانتوما شوفو كي داير حتى يهبط مزيان، يهبط هذوك البودره لتحت يبقى ليا الماء وغادي نشربو. هانتوما البنات هانتوما شوف كي بلا النص ديالو كله مصفي، غادي ندوق اختي باش تعرفوا بلي راه كنشربو، يعني كنشربو ماشي غير كنصور لكم هكا يا الوصفات وتنقول لكم ديروها، بالعكس انا راه حتى كنجرب شي حاجه عاده كنبغي نشاركها معكم بالخصوص بحال هاد الوصفات هكا اللي هي صحيه. بسم الله ما عادي راه ما كتحسي حتى شي مذاق، غير هي هاد الحبوب هادو ملي كيترقدوا في الماء كيعطيو هذاك المفعول ديالهم. الله زوين، انتم البنات جربوه مده وشوفوا، بداو تشوفوا السكر ديالكم كيفاش داير، يعني الناس اللي كيعانيوا من هاد السكر اللي كيكون دائما طالع جربوه وشوفوا، راه نتوما غادي تحكموا على ذاتكم وغادي تحكموا نتوما بنفوسكم منين غادي تشربوه دائما، يعني مره في النهار بالخصوص قبل الماكله، فراه غادي تاكلي واخا غادي تاكلي غادي تقيسي السكر ديالك وغادي تلقايه يعني ماشي بهذاك الارتفاع اللي مولف كيطلع لك، الا كان تيطلع لك يعني اكثر من غرام و50 يعني غرام و80 جوج الغرامات الله يسر، راه واعر بحال هكذاك. نتمنى ان شاء الله الشفاء للناس كاملين، الناس اللي مرض المرضى كاملين نتمنى لهم الشفاء يا ربي باذن الله في هذه العواشر هذه،
ونقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيع وعلى كل شيء اللي خطيكم. الى وصلتوا الفيديو حتى هنا ما تنساوش تخرجوا وما ديروش لايك. شكرا لكم بزاف بزاف. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع روتين جديد مع وصفه جديده او فلوغات او اي حاجه ان شاء الله غادي نشاركها معكم. كنبغيكم بزاف. السلام عليكم.